السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة عاملة لكم وصفة جميلة جدا وخطيرة، وأقوى وصفة لتساقط الشعر وملء الفراغات. بس اللي أول مرة يدخل القناة ياريت يشترك، يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. عندكم مربع أحمر تحت، تضغطوا عليه وفعلوا الجرس. زي ما انتوا شايفين كده معايا الجرجير. من اهم فوائد الجرجير للشعر انه بيحمي الشعر من التلف ومن التقصف. وزي ما احنا عارفين انه الجرجير فيه وصفات كتير بتستعمل بالجرجير لمنع التساقط وتقصف الشعر، لان الجرجير بينظف الشعر وبينظف فروة الراس حتى من الشوائب ومن القشرة بتاعة الشعر، لان الجرجير مليان بالفيتامينات، في فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي، يعني الجرجير مليان مضادات اكسده، وبيحمي الشعر طبعا زي ما احنا قلنا من التقصف لاحتوائه على الزنك وفيتامين الف. دول ليهم عامل كبير في انهم يمنعوا تساقط الشعر. وفي بعض العناصر اللي بتحمي فروه الراس من البكتيريا ومن القشره زي ما انا قلت لكم. وفي وصفات كتير بالجرجير، النهاردة انا جايبه لكم وصفة حلوة قوي. معايا جرجير ومعايا 7 فصوص ثوم ومعايا منقوع النعناع، يعني عندك تكون نعناع وتنقعيه في مية سخنة، ده احسن ما تغليه. ومعايا كحول سيلي، الكحول بتاع تساقط الشعر، انتي هتروحي بتاع الصيدلية تجيبيه من عنده. بس ده مش ضروري في الوصفة، ده لو كان عندك يعني فراغات هنستعمل الكحول مع الوصفة، لو مش عندك فراغات خلاص مش هنستعمل. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة انا جبت الجرجير اللي على الناحية اليمين ده انا هعمله كعصير، اللي على الناحية الشمال اعمله زي الكريم كده للشعر، زي حمام الكريم. المخلوط ده هناخد الجرجير وهناخد معاه 7 فصوص الثوم، هنحطهم في الخلاط مع بعض، وهنحط جزء صغير من منقوع النعناع عليهم وهنضربهم في الخلاط، فهيبقوا بالشكل اللي زي ما انتوا شايفينه كده على ايدكم الشمال. ده هنعمله حمام كريم. اللي على الناحية اليمين ده هنعمله زي العصير وهنصفيه كويس، هنحط يعني مية كتير من منقوع النعناع زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هنحط الجرجير، هنحط عليه مية النعناع، وهنحط معاه 7 فصوص الثوم وهنضربهم في الخلاط، هنكتر مية النعناع، ده اللي هيبقى عصير. وبعد كده هنصفيه وناخده في بخاخ. اذا كان عندك يعني تساقط وعندك فراغات كتير هتضيفي عليه يعني شوية من الكحول، معلقة كحول، وهتستخدميه كبخاخ وترشي بيه شعرك، وشعرك عادي مش هيتغسل لانك انت هتكوني مصفياه، هيبقى زي الميه بس. لكن الوصفه التانيه زي ما انتوا شايفين كده، انا خدت الثوم وحطيته مع الجرجير وحطيت عليهم شويه من منقوع النعناع وضربتهم في الخلاط، بس يبقوا تقيل كده بحيث ما يوقعش من على شعرك. بس انت هتعملي على حسب طول شعرك، يعني هتكتري الجرجير لو كان شعرك طويل، يعني هتعملي كمية كبيرة، انا موريك الطريقة بس. لكن انتي هتعملي كمية جرجير كبيرة، تحطي معاه شوية مية منقوع النعناع، تحطي معاها الثوم، وبعدين تحطيهم على شعرك وتقعدي بيهم يعني ساعتين، وبعدين تغسلي شعرك عادي يعني، وممكن تحطي له اي زيت عطري عشان خاطر يعني ريحة الثوم. بس الطريقة التانية اللي انا وريتها لكم، اللي قلت لكم ان كنتوا هتضربوه في الخلاط وهتصفوه وتحطوه في بخاخ، دي مش هتغسلي شعرك بعدها، هترشي عادي يعني طول اليوم، ترشي مثلا مرتين 3 مرات في اليوم علشان يعني يجيب نتيجة أسرع. بس مش تعملي مرة وتكسلي، لازم يعني تستمري عشان خاطر تشوفي نتيجة حلوة. والدورة بتاعت الشعر بتكون 3 شهور، فلازم يعني تفضلي مثلا شهر مثلا تستمري على الوصفة دي، أو شهرين علشان خاطر تشوفي النتيجة بعينيكي يعني. وحبيت برضو اوريكم الكحول شكله عامل ازاي اللي انت هتستخدميه مع الوصفه. هتروحي الصيدليه وتقولي له عايزه كحول لتساقط الشعر او كحول اسيلي،
مكتوب عليه كحول طبي، وبيكون بالشكل ده في بخاخ. هو اصلا حتى في الاماكن اللي فيها فراغات بتتاخد قطنة وتتبلي كحول يعني، وبتدعكي بيها المكان، فده بينشط المكان وبينبت الشعر من جديد. ويا رب يكون الوصفة عجبتكم، وما تنسوش اللي أول مرة يدخل القناة يشترك ويضغط على زر الجرس عشان يوصله كل إشعارات القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.